كان عدد الخارجين من غزة كم عددهم؟ حسب الإحصائيات ليس لدينا رقم دقيق، لكن ما خرج من قطاع أكثر من 100,000 مواطن فلسطيني، وأنا قلت هؤلاء خرجوا في إطار الاحتياجات الإنسانية، منهم جرحى، منهم مرضى، مرافقين للجرحى والمرضى، منهم تلاميذ مدارس، لدينا 15,000 تلميذ مدرسة. أيوة. أتم العام الدراسي 2023-24 بالشراكة مع مدارس، مع المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية، وحصلوا على شهادات لهذا العام. وأول أمس احنا يعني يوم السبت بدأنا هنا في مصر أيضا امتحانات الثانوية العامة ل 977 طالب فلسطيني، الفرع العلمي والفرع الأدبي والفروع المهنية المتعددة والمختلفة. أيضا هنا أغتنم هذه الفرصة كي أتقدم بالشكر للسيد الرئيس ولكل أركان الدولة المصرية، وخاصة وزارة التربية والتعليم المصرية والأشقاء الآخرين الذين وفروا لنا المدارس المناسبة من أجل إجراء هذه الامتحانات في أجواء وبيئة آمنة مريحة جدا. وأنا زرت وتفقدت لجان الامتحانات، لدينا 52 لجنة في مدرسة في المقطم، مدرسة تحيا مصر، وفعلا يعني كانت الأجواء مريحة ورعاية كاملة من الأشقاء في مصر تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية في دولة فلسطين، وقسم الشؤون الثقافية بالسفارة، والأمور تسير على خير ما يرام يعني. فشكرا لمصر أنها وفرت هذه الفرصة. وبالتالي هناك أيضا من بين العدد الذي خرج حوالي من 28 إلى 30 ألف مواطن غادروا إلى دول أخرى، يحملون جنسيات، يحملون إقامات، يحملون تأشيرات، لديهم مصالح، لديهم أعمال، طلبة جامعات. لذلك نحن نتحدث عن شعب بحاجة إلى السفر. صحيح، ولكن سيادة السفير، هل ساعد الرصيف الأمريكي على شواطئ غزة في تخفيف الأزمة أم أنه كان عملا مدبرا لنزوح الفلسطينيين؟ هو يعني لم يساعد حسب أنا متابعتي الشخصية، لم يساهم هذه المساهمة المرجوة في إغاثة شعبنا في قطاع غزة. وهو اشتغل عدة أيام وتم نقله إلى سدود، وعادته مرة أخرى، وتم نقله إلى سدود وعادته مرة أخرى، يعني لم يدخل منه كميات كبيرة.